فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستدل بحادثة ابن خطل الذي آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعلق بأستار الكعبة يوم فتح مكة، قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوه، إنه لا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نص الفقهاء على هذا، نص على أنه من تكررت ردته يقتل ولا يستتاب، وكذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، من سب الله وسب الرسول فإنه يقتل ولا يستتاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب مستقل 3 مجلدات، الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.